جامعة فلسطين التقنية خضوري. وحول هذا الحدث يطلعنا عليه وينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الدكتور سامر السعد عميد البحث العلمي في جامعة فلسطين التقنية. أسعد الله صباحكم بكل الخير بروفيسور. صباح الخيرات. هلا، أهلا وسهلا بك. يعني فعليا جامعة فلسطين التقنية خضوري لا تزال، ونتمنى دائما وأبدا لها الديمومة في حصد المزيد من المراكز المتقدمة، هذه المرة حاصلة على المركزين الثالث والرابع على مستوى الوطن في مجال الهندسة والتكنولوجيا ضمن تخصص الطاقة. حدثنا أكثر عن هذا الإنجاز، وأنت أيضا أحد الحاصلين بالتأكيد على هذا الإنجاز. أختي، أولا صباح الخير. صباح الخيرات. أشكر تلفزيون الفجر على دعمه المستمر لجامعة فلسطين التقنية خضوري وللعلم والعلماء. بالنسبة للجائزة اللي حصلنا عليها والتقييم اللي حصلنا عليه هو عن طريق فهرس اسمها AD Scientific Index. AD Scientific Index هو بأخذ معلوماته من الباحث العلمي في جوجل سكولر، وبحسب تقريبا كمية إنتاجية وأداء الباحث. فالباحث يعتمد إنتاجيته على مقدار الأبحاث العلمية اللي بنتجها ومقدار استشهاد العلماء الآخرين بما ينتج. فإحنا في جامعة فلسطين التقنية عندنا عدة علماء ممكن تصنيفهم على مستوى الوطن، أخذوا المراكز يعني بالنسبة للطاقة أخذنا المراكز الثالث والرابع، بالنسبة لتخصصات أخرى أخذنا مراكز ما بعد هذا، وفي عنا تصنيفات لبعض العلماء أيضا لموجودة ولم تذكر أسماءهم. فمثلا عنا إحنا بالنسبة لترتيب الجامعة للإتش إندكس والمعايير المستخدمة في الفهرس والتصنيفات الموجودة، الأستاذ الدكتور، إذا تسمحي لي أذكر أسماءهم، الأستاذ الدكتور جهاد أسعد وأنا والأستاذ الدكتور محمود صلاح ووائل صلاح والدكتور باسم السيد، وهو دكتور متقاعد بس اسمه لا يزال ضمن التصنيف، والدكتور شاهر الزيود. فهذول سلة من العلماء الموجودين في كلية الهندسة وفي كليات أخرى مثل كلية العلوم، واللي دخلوا التصنيف وحصلوا على مراتب عالية جدا، وهذه المراتب يترتب عليها رفع من قيمة وشأن الجامعة عالميا وإقليميا. نعم، أيضا إذا أردنا أن نتحدث حول إلى أي مدى تولي جامعة فلسطين التقنية خضوري بصراحة الأهمية والمجال في زاوية البحث، الأبحاث العلمية، و كونك بالتأكيد دكتور عميد البحث العلمي في الجامعة، هل بالفعل هذه الأهمية متزايدة سواء كانت برصد الميزانية سواء كانت بتكثيف الجهود في تبادل الخبرات مع ربما الجامعات الأخرى خارج الوطن وداخل الوطن؟ نعم أكيد أختي، التعليمات في جامعة فلسطين التقنية تتيح للباحثين بأن يحصلوا على تشجيعات معنوية ومادية لنشرهم أبحاث في مجلات علمية مصنفة. فبالتالي الكثير من الباحثين عزز عندهم وشجع عندهم البحث العلمي والنشر في هذه المجلات. فلذلك يوجد في جامعة فلسطين التقنية نعم تعليمات تحفز وتشجع على البحث العلمي، ويوجد عندنا جائزة سنوية تسمى جوائز البحث العلمي والسايتيشن اللي هو نسبة الاستلال أو ما يمكن هي عدد المشاهدات أو عدد المرات التي يستخدم فيها البحث في بحوث أخرى، أي اعتماد الباحثين الآخرين على البحث الذي يقام في جامعة فلسطين التقنية. فهناك جوائز عدة، وهذا الشيء أدى إلى تحفيز وتشجيع البحث العلمي في الجامعة، ونشكر إدارة الجامعة على هذا. نعم. ونتمنى لكم أيضا مزيدا من الحصادات الرائعة والتي بالفعل ترتقي بهذه الجامعة وبالوطن ككل في المشاركات في المحافل الدولية الخارجية. كل التوفيق وكل الشكر لك البروفيسور الدكتور سامر السعدي عميد البحث العلمي في جامعة فلسطين التقنية خضوري، شكرا جزيلا لك، ونواصل في مشوارنا الصباحي وضمن المشاركات وكذلك الصباحات.